منذ أسبوع ولبل 8 أيام حتى الآن وإيران لم ترد، كأنها منذ ذاك الحين حتى الآن تستدرج من أو تسترجي أو تستعطف من يؤمن لها المخارج كي يكون ردها مثل ما شاهدناه في 14 نيسان المنصرم. الرد الإيراني الذي لم يحصل حتى الآن وأظنه لا يحصل إلا بموجب هندسة أو تخريجة أمريكية غربية يؤمنونها لإيران، وهي لا تستطيع أن تنفذها إلا بالحد الأدنى بواسطة أداته حزب الله، وهو إذا حزب الله أقدم على قصف إسرائيل في العمق فهذا معناه أن إيران قد دخلت المعترك، وهذا ما يريده نتنياهو، وبذلك نتنياهو يستدرج الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بكامله، خصوصا أن كل القبض والقضيض والحاملات الطائرات والمدمرات والبوارج والأسلحة القتالية والهجومية من مختلف الأنواع أصبحت رابضة عندنا في منطقة الشرق الأوسط، ولم نرى مثلها إلا عشية الحرب على العراق وفي أعقاب 7 أكتوبر. هنا أستوقفك عند هذه النقطة وعذرا على المقاطعة، أستدل من كلام حضرتك وبعد التحية ثانية بك سيد يعرب بأن التعزيزات العسكرية الأمريكية والتأهب الواضح والصريح على البحر لصد الهجمات كما يقولون الإيرانية هو ليس واقعا كما هو معلن عنه، وإنما قد يكون أو احتمالية كبيرة بأنه لمهاجمة إيران بشكل مباشر، وقد يطول هذا الهجوم أذرعها أيضا. سيدتي، هذا الوجود أو هذه الحشود الغربية وليس فقط الأمريكية هي تتوازى في شيئين: أولا استعراض قوة للجانبين ليس فقط لإيران، استعراض قوة لإسرائيل كي تمنعها من أن تتمادى، وبذات الوقت هو إذا استعرضنا كعسكريا المنظومات الموجودة في هذا القض إذا جاز التعبير فهو بمعظمه فيه أنظمة دفاع جوي، يعني إذا إسرائيل تتمتع بالقبة الحديدية ومقلاع داوود وأرو 2 وأرو 3 والباتريوت وهذه المنظومات الدفاعية التي تستطيع أن تصد الهجمات الإيرانية والأذرع الإيرانية بنسبة 60-70%، أتت هذه المنظومات الأمريكية والغربية لتستكمل عملية الدفاع الجوي لإسرائيل، وبنفس الوقت تطمئن إسرائيل أن لا تغالي في رد الرد إذا جاز التعبير، لأنني أنا دائما أقول لا نخاف من الرد إنما نخاف من الرد على الرد. طيب. لذلك وهذا عفوا سأنهي، هذه بالمقابل رسالة إلى إيران أن لا تغالي كذلك في ردها المنتظر والتي أعلنت عنه وكأنها ورطت نفسها ولا تستطيع أن تتراجع فعلا لأن كرامتها قد اهتزت. فما العمل؟ إذن الآن العمل الدبلوماسي والدبلوماسية تحت النار إذا جاز التعبير. طيب. لتأمين المخارج لكل الأطراف.